أخيراً رجعوا عصافير الحب على البيت؟ جوليدا؟ كيف عم تتفتلي بالبيت هيك؟ نزلت أشرب مي وقلت إنه الكل بيكونوا نايمين هلأ. حقك علي خالتي، لا تواخذيني، ما كنت بقصد. تصبحوا على خير. إذا مرتك اسمها ألبينا فاللي قتلها نابق. أنت ما رح تنام تحت اليوم؟ بس أنا رح أتطلق. اتصلي بالمحامي بكرة. ما في داعي. وهذا رأيي كمان. أصحك تلمس المخدة اللي بالنص. أنتي وقعك تلمسيني. ما رح ألمسك. وأنا ما رح ألمسك. منيح. هي منيح. يا لونام، كنت عم تقول ورجيني حالك، وأنا عم أقول من شان ما يصيبك الفضول أكثر من هيك. السيارة على الباب، تعا نفطر هلأ مع بعضنا. يلا. أنا عرفت أنه عليك ديون كتير كبيرة، يمكن أنا قادر حللك مشكلتك. يلا أنا عم استناك. Mm-hmm.
شو عم بيصير؟ انت ليش شلت المخدة؟ عم بسألك شو عم بيصير؟ ليش شلت المخدة؟ اي مخدة؟ عن شو عم تحكي؟ ليك جنبك، مو انت اللي شايلها؟ انا ما شلت ولا شيء. حلو والله، ليش لشيل المخدة؟ خدي. انا متأكدة انه انت اللي شايلها. فرهاد ماشي. ايه بعرف رح نتطلق. لا ما عم بحكي مشان هيك. شو بدك؟ طول بالك، انا رح زلك وبس، اذا قدرت اعمل هيك. طبعا كنت بدي اسألك عن الشامبو، ما كنت ملاقيته، بعدين شفته هون. بدنا نروح نفطر عند ياجيت وسونا. رح اخذ المخدة بحضني كأنه ما رح نعاني قبلنا كمان. صباح الخير سيد نامي.